الشعر لشعراء اليابان ظلت كلماته من جيل لجيل شاهدة على الحدث. نقوله للأبناء والأحفاد لنعرف قضيتنا ونعرف عدونا ونعرف أننا يوم ما سننتصر، فما ضاع حق وراءه مدافع عن هذا الحق. إن قضية فلسطين هي قضية وجود وحرب عقيدة. ما هانت فلسطين ولن تهون، دماؤهم دماؤنا وشهداؤهم شهداؤنا وقضيتهم قضيتنا، إخوة جنبا إلى جنب، وكل نقطة دم حرة سقطت هي أغلى من كل زرارة. الحضور الكريم، أعرف جيدا قدركم الأدبي والثقافي، وأعرف أنكم ستسرون هذه الأمسية بإبداعاتكم الفنية، وأشكركم مقدما على ما ستقدمونه. لكم كنت صلاح أبو الليل. مساء الخير جميعا. أنا هحاول أختصر بسرعة. فلسطين من النهر إلى البحر، والصورة ديت أنا هختصر بسرعة بتكلم، وكل الحاجات اللي أنا بقولها ديت لو ما لحقناش إن إحنا نشوفها هنلاقيها موجودة على صفحة كلها في الثانية موجودة معانا، وابعتوا على الرقم أول ومعاهم كل الماتيريال دي كلها جامدة. طب زي ما أنتم لاحظين الصورة ديت هو كأنه بيشاور بيقول يعني استصفى الأرض وبيقول فلسطين من النهر إلى البحر. ألاحظ في الصورة ديت إن هو كاتب عليه محمد المنصف لاعب كورة وحضر 15 سنة. دي حاجة بقت موجودة دلوقتي كتير جدا، كل الناس بتتعلم وعلى الاسم هو بيكتب على الاسم عيالها علشان لما يبقوا أشقاء تعرف يذكروا مرة ثانية. وده شيء مهم جدا علينا احنا وصلنا لحد فين في هذا الإبادة الجماعية. الكلام دلوقتي عنده في سبيل أو في نبيل خريطة الإسرائيلية دايما بتواجه حل ودايما حاطين واللي هي موجوده يمكن حد رسمها معانا في الفنان النهارده هي رسمها معانا في الفنان النهارده. سياده الحروب، سياده القرون او الجنسيه، سياده الضيوف، بيبقى في حاجه اسمها واجب الضيافه. اعتقد الزملاء عارفين ما هو واجب الضيافه. واجب الضيافه موجود عندنا في النقابه، في النقابه العامه. واجب الضيافه بيبقى في هذا المكان، إذا كان أي واحد فيكم عايز سيارة أو مية أي حاجة فهو موجود في هذا. ونشكر على فكرة العلاقات العامة للنقابة لتسجيل ما قبلناه من مشاكل. وبرحب بكم في المنصة، كل سنة وأنتم طيبين ونصر فلسطين إن شاء الله. الإعلان في إعلان اللي هو في صورة أهو إعلان من القاهرة للقدس ضيافة. الإعلان تقديم في الخمسينات، قبل الخمسينات قبل 250، وكان الرحلة بتاخد حوالي 12 ساعة وحوالي دول ايه 75 قرش. دي الخريطة بتاعت خريطة فلسطين، وباين فيها المقاطعات الستة الرئيسيين في الخريطة، كل ده هيبقى موجود على الموقع بتاعنا عشان تقدروا انكم تتابعوه كويس. سألنا نفسنا قبل كده هي القدس اتقرب عننا قد ايه؟ الحقيقة إن القدس اتقرب 445 كيلو، بس ده بالطريقة الهندسية اللي هو الإسقاط الهندسي هو المسافة بين النقطتين، هو 445 كيلو، إنما إحنا لو خدنا مسارات وطلعنا الجبل ونزلنا ولفينا ورحنا عند المضيق وعدينا هتعدي ال 700 كيلو، 700 كيلو ده مش رقم كبير، 700 كيلو ده يعني هي أقرب من الأقصر، هي أقرب من سيوة عندنا. غزة وطوفان الأقصى، نلاحظ إن الأحداث الأخيرة اسمها طوفان الأقصى، رغم إن هي بتحصل في غزة، وده ليه؟ لأن فلسطين زي ما احنا شايفين الخريطة بتاعتها، ولو دخلنا كلوز ان او زوم ان مرة تانية هنشوف القدس، عملنا زوم اكتر هنشوف البلدة القديمة في القدس، وعملنا زوم اكتر هنشوف المسجد الأقصى. كما تفضلت الباشمهندسة منال، هنتكلم كمان شوية عن المسجد الأقصى نفسه وإيه هو المسجد الأقصى علشان في عندنا بعض المشاكل. من ضمن المدن الموجودة في فلسطين مدينة الخليل، ودي مدينة مهمة جدا اللي فيها الحرم الإبراهيمي، وهم زينا برضو عندهم مقامات زي اللي موجودة عندنا. احنا في عندنا قول ومراقبة كتير في موضوع المقامات، هل السيدة نفيسة موجودة؟ هل السيدة زينة موجودة؟ هل السيدة موجود رأسا أم جسدا؟ هل السيدة سكينة موجودة؟ هم برضو عندهم نفس الموضوع، بس هم على سكيل أكبر مننا، هم على سكيل أنبياء. يعني هم عندهم في الخليل في الحرم الإبراهيمي القبر بتاع النبي إبراهيم،
السيدة سارة زوجته، إسحاق زوجته، يعقوب. ويقال أيضا إن سيدنا يوسف مدفون هناك، ووفاته نقلت من مصر لا نقل من هنا إلى هنا. نرجع تاني نتكلم عن القدس والصورة اللي احنا شايفينها اللي هي فيها عقبة الصخر اللي لونها أصفر. العنت مشهورة قوي اللقطة ديت اللي بتبين لنا، واللي بيقولوا تحتها عرفوا الناس عشان ما نصحاش في يوم نلاقي مسجد الأقصى مهدود واحنا ما نعرفوش أصلا. هي الصورة الحقيقة بتقرب الفكرة بس هي مش الفكرة الحقيقية. يعني هو الورق اللي مكتوب عليه واحد ده بقبة الصخر فعلا، واللي مكتوب عليه اثنين دي القبة دي المسجد القبلي، بس مش هو هو المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو كل المسطح اللي ظهر عندنا في الرسم اللي هو مكتوب عليه 12 المسطح على المسجد في الأقصى. الورق الصور دي برضه بأكد السماء موجودة على الموقع بتاعنا، أي حد يقدر ياخدها، دي ماتيريالز لكل المهندسين والزملاء والحلول. المسجد الأقصى، في المسجد الأقصى اللي هو المسطح بتاعه اللي هو احنا بنتكلم عن 144,000 متر مربع، في عديد من الأبواب والمساجد والكنائس والأدرة ومعالم أخرى. المسجد الأقصى اللي هو زي ما احنا شايفين هو في اللوحة الأيزومتريك ديت بالأسوار بتاعته، الحد الغربي بتاعه 491، الحد الشرقي 462، الحد الشمالي 310، والحد الجنوبي 281. لو انتوا شايفين السهم هو ده الحد القبلي وده البحري، وهو ده الحد الغربي وده الحد الشرقي. لو بلاحظ هناك هو الاتجاه، هو اتجاه القبله اللي هو الاتجاه ده، والمنطقه اللي هو 144,000 متر مربع هي ديت المسجد الاقصى كمان. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ادي الصوره بتاعت الغرف، وهي